بجسده الهش يحارب اعتقاله الإداري. الأسير ماهر الأخرس مضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما، وتحديدا منذ الساعات الأولى لاعتقاله في يوليو تموز الماضي. آخر وجبة تناولها كانت في منزل والدته قبيل اعتقاله. بفكر رابي يعني في حالي وحدي، إن أخذت قرار جوهري لا يمكن التلاعب فيه، وأكون بين أسرتي حرا. العائلة مرت بظروف صعبة طيلة أيام الإضراب، واشتدت تلك الظروف خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد اقتحام قوة من مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الغرفة، حيث أخرجت زوجته منها وأبلغت ماهر بإلغاء تجميد الاعتقال الإداري، وأن نيتهم تحويله إلى سجن عيادة الرملة. لكن المحكمة العليا أعادت تجميد الاعتقال الإداري مرة أخرى مع الإبقاء على احتجازه في مستشفى كابلان. يعني أنا لما أشوفه بتألم، بتوجع، بتمر عليه لحظات صعبة أنا بضعف فيها، بخاف عليه، بقول له يعني لوين انت هذا الإشي، لوين انت بدنا نستمر بهذا الوضع، من شدة خوفي عليه وقلقه، إلا أنه بعطيني كلمات بستمد منها القوة، بستمد منها المعنويات. ولتجميد الاعتقال الإداري قصة لدى الأسرى الفلسطينيين، حيث يعتبرونه أداة إسرائيلية للالتفاف على الإضراب. وحتى الآن ترفض المحكمة العليا الإفراج عنه وإلغاء الاعتقال الإداري رغم تزايد الخطر على حياته. وقد لا سمح الله نسمع خبر استشهاده في أي لحظة، ولن يكون ذلك غريبا، لأنه هو في وضع صحي حرج جدا. والاعتقال الإداري هو حبس للأسير دون تقديمه للمحاكمة، وتحت اسم بند سري لا يطلع الأسير ومحاميه على هذا الملف، ولذلك لم يبقى أمام ماهر الأخرس سوى جسده وزجاجة الماء ليرفض هذا الاعتقال رغم تدهور حالته الصحية. في هذه المستشفى يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لإلغاء اعتقاله الإداري. كل ما يطلبه هو العودة إلى عائلته وأبنائه، لا إلى سجون الاحتلال. أحمد جرات العربي، رحوفوت، داخل الخط الأخضر.